هسألك سؤال أعتقد أن كل جماهير نادي الأهلي بتفكر فيه النهاردة. نعم. واحد وصل جزئين، إزاي يستعد الأهلي لموسم جاي في هذا الكم الكبير جدا من البطولات، مستوى نعم. عالي جدا من المنافسة، يعني ما سبقش أنه في فريق على مستوى العالم نافس في هذا الكم الكبير جدا من البطولات. صحيح. مع العلم أن الموسم عندنا تتكلم النهاردة أنه ريال خلص سيزن، نعم باتشوكا خلص سيزن، العين خلص سيزن. صحيح. انت السيزن لسه في، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ما جبناش نص بالظبط كده. فازاي تفكر في الموسم اللي جاي ده؟ نعم. من حيث التحضير والتجهيز، وازاي تفكر في موسم انتقالات بعيدا عن اسماء لاعبين او صفقات؟ نعم. انا عارف انه الاهلي يعني ممكن يكون حسم بعض الصفقات بالفعل. نعم. ممكن يكون في اطار وضع الروتوش النهائي على صفقات تانية. في اسماء وملفات لعيبه كتيره مترشحه للنادي الاهلي، لكن وانت بتفكر لموسم اعجازي بالشكل ده كريم، نعم. تفكر ازاي وانت بتحضر ليه؟ طيب ايه اللي في دماغ مارسيل كولر النهارده وهو بيحضر للسيزون؟ اول حاجه طبعا اكيد هو الامور الاداريه والامور الخاصه بالموسم والاجنده بتبقى امور مشتركه ما بين مارسيل كولر على راس الجهاز الفني للاهلي وبين اداره الكره في مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشوف ان اول حاجه يجب النادي الاهلي يسعى ليها ان الموسم السنه جاية ان شاء الله، الموسم القادم يعني باذن الله مع اتحاد الكوره، ما نلعبش دوري من دورين. مش هينفع، مش هينفع، لازم نغير في السيستم. السيستم يتغير، نطبق بقى النظام البلجيكي، نلعب او نظام اللي هو النظام التونسي مثلا. يعني تونس بقى لها 3 سنين بيلعبوا دور واحد وبيعملوا دوري نخبه وبيعملوا دوري البقاء ودوري الهبوط. كان مقترح السنه اللي فاتت ده من الرابطه ومحتاجين يعني ننسق امورنا مع بعض اهو، ومعانا وقت ونقدر نشوف ان احنا. بس اكيد في وجهه نظر الشخصيه ككريم سعيد ان اقامه الدوري القادم بنظام الدورين ونلعب 34 مباراه ده امر اقرب الى المستحيل فعليا في ظل هذا الزخم من البطولات. طيب الشق الثاني من سؤال حضرتك فيما يخص التفكير في الميركاتو او في الصفقات او نوعيه اللاعبين اللي نتعاقد معاها واحنا رايحين لهذا الكم من الاختبارات، انا في وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي بقاله سنتين اعتقد عنده اداره سكاوتنج، يعني كان قرار جيد جدا من اداره النادي الاهلي. الاداره دي شغاله وبتجمع ملفات لعيبه وبتبني داتابيز، فطبيعي جدا وانت بتبني الداتابيز دي بتاخد وقت، يعني ما فيش ينفع اقول لك ايه يلا اعملي داتابيز في اسبوع، مفيش الكلام ده. انت بتلم ملفات كبيره وبتتفرج على كم هائل. انا بتكلم في فكره البروفايل الاهلي. ما انا جاي لك اهو، لا يعني احنا هنيجي اهو من الداتابيز اللي عندك ده. هو هيقول لك الكاتيجوريز اللي بتتكلم عليها دي. هو هيقول لك ان في مثلا يعني في كاتيجوري بيقول لك ان اللعيبه دي سعرها من 1.5 مليون ل 2.5 مليون 3. واحنا دايما النادي الاهلي بيلعب في الرينج ده. ايوه ده الرينج ده هنلعب فيه. اجابتي على سؤال حضرتك ان احنا محتاجين نلعب في الرينج بتاع من 3 ل 6. محتاجين ان احنا نطلع من ليفل مثلا يعني من كلاس سي لكلاس بي. انت بتتكلم كده يعني في صفقه نعم هي اللي تراهن عليها في انها تحدث الفارق. شو صفقة واحدة بس؟ يعني صفقتين؟ صفقتين اتنين. اتنين لا، ما هو بص الموضوع استثمار. طب واحد الأول في دوري أبطال أفريقيا، نعم، شفت حد لفت نظر كريم؟ شفت لعيب سوبر ممكن يقول تقول إنه انضمامه للنادي الأهلي ممكن يكون صفقة تخدم مصالح الأهلي في الموسم اللي جاي؟ والله بص هو يعني في وجهة نظري أبرز لعيب ممكن يكون لفت نظرنا كلنا في الفرق اللي إحنا واجهناها يانساس. يانساس لعيب برازيلي في نادي الترجي. هو ده لعيب مهاري، لعيب حريف شويت. بس برضو اجي اقول لك بكل امانه مش بتكلم في كلاس يعني اللي هو ايه لعيب مثلا يعني مش سيرينو في قمته مع سان داونز. ماشي بتفق معاك. سيرينو مثلا في قمته مع سان داونز كان احسن من يانساس. الحكم على اللعيبه مرتبط بالقماشه اللي معاه. طبعًا يعني طبعًا يانساس طبعًا في فريق تاني. بس انا مش بتكلم على الليفل ده خالص. مش بتكلم على الليفل ده. انا بتكلم على ليفل انك تروح تجيب ليفل بي من اوروبا. ليفل بي في لعيبه في اوروبا لعيبه كويسه جدا جدا سعرها بنتكلم من 3 ل 6 مليون يورو او ايفن دولار عادي. ايوه بس طبعا مبلغ كبير جدا بالنسبه لنا طبعا في ظل التغيرات في سعر العمله. بس انت النهارده انا بتكلم كايه؟ كاستثمار. بمعنى ايه؟ انا معايا 10 جنيه لما استثمر هتجيب لي 100 جنيه. طب معايا 100 جنيه هتجيب لي 1000. معايا 1000 انا كل ما اكبر لازم حجم استثماري
يعني ما ينفعش النهارده ازود استثماراتي وافضل بستثمر ال 10 جنيه اللي هي بستثمرها من خمس سنين. أي. انا برضو لازم يكون انت فاهم طبعا ان في الاستثمار كل ما انت بتزود برضو العائد بيبقى اكبر. مثلا ليتس سي ال 10% بتاعت ال 100 جنيه 10 جنيه بس ال 10% بتاعت المليون. انت رايح كاس العالم تنافس؟ عايز تنافس يا كريم؟ مش بس هقول لك حاجه بكل امانه. منتخب انت... مصر رايح كاس العالم لو وصل كاس العالم يعني. شايف انه رايح ينافس؟ منتخب مصر طبعا عايزين نقول ان طبعا بتمنى على مستوى الشخص طبعا الف سلامه لاحمد فتوح طبعا. تم يعني قرار رسمي. انا هاجي لك للمنتخب معايا محور منتخب بس يعني انت شايف منتخب مصر لو وصل كاس العالم هيروح يعمل الشغل اللي عملته المغرب مثلا؟ يعني احنا بس الاول في الوقت الحالي احنا في تجربه يعني نتمنى انها تنجح. طبعا لانها تجربه عشان نكون امنا مع نفسنا ومع الجماهير بتسمعنا. هي تجربة محفوفة بالمخاطر، فيها مخاطر، فإحنا بنأمل في ظل الوضع الحالي للكابتن حسام وكابتن إبراهيم كأول تجربة ليهم مع المنتخب إن هم يلموا الشمل، ونحن نعتمد على نتمنى إن الناحية المعنوية اللي هم مميزين فيها تتفوق على الناحية الفنية، لأن الناحية الفنية هنروح يعني هنقعد نتكلم فيها كتير. هاجي لك في المنتخب. نعم. عشان المنتخب انت بتتكلم في أيوه. 72 ساعة في أهم ماتش في التصفيات. هجاوب على السؤال بتاع الأهلي. الناس لازم تعرف إن قرعة مونديال أمريكا لما هتتعمل إحنا في مجموعة هنلعب فيها أيا كان المجموعة اسمها مجموعة نارية. أيا كان هي أيا كان يعني أيا كان أنت 32 فريق يبقى ثلاث مجموعات. في أتليست ناديين مش ناديين كلاس ايه هتلعب معاهم. ايوه يجي انتر يجي بارسا ليفل ايه وليفل بي للبطوله دي بالنسبه لنا احنا ناريه. فانت فاهم قصدي. هو طول ما احنا بعيد عن السيتي والريال والبايرن ليفل تاني يا احمد ليفل تاني. لا ايا كان ما دام هتلاعب نادي اوروبي انت بتلاعب ستايل مختلف. زي افكرك زي ما احنا اول مره في حياتنا. طب ما منتخب مصر لعب البرازيل وكسب ايطاليا لا يعني بس الجيل مختلف. والجيل ده مش مختلف في الاهلي؟ ما تدوا الجيل ده حقه يا جماعه شويه. لا بس معلش احنا لا ما فيش حد عمل الجيل ده. لا طبعا ده جيل اعجازي. لا خلاف بس احنا بنتكلم في حته برضو. انت النهارده هتروح هتلاعب بطوله او ما تلعبها بالشكل ده وهتلعب في مجموعه. احنا برضو خلي بالك برضو في ميزه في نسخه المونديال بشكلها القديم انت برضو بتلعب ماتش واحد. مجموعه دي انك بتلعب ثلاث ماتشات في 8 ايام مع ثلاث فرق يعني بدني وفني ومن عالم تاني. ده امر صعب على اللاعب المصري. معلش حاجه مش سهله. فاحنا برضو عايزين نروح مستعدين. انا معاك جدا 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 في الطرح انت طرحته. لازم فكري للاعب المحترف مثلا يعني ما ينفعش بقى قاعد على الدكه. انا جبت اثنين محترفين زي الباسكت كده. شوف الباسكت ناس تقول لك ايه مثلا في البال يقول لك لعيب باسكت المحترف تدفع فلوس ينزل يجيب لك ماتش في الباسكت مع طبعا مع كامل احترام الاختلاف ما بين كره السله وكره القدم. بس انا عايز الفكر ده. عايز اجيب المحترف اللي هو هبني عليه الفريق. مش هينفع النهارده اجيب راح مونديال الانديه في امريكا اجيب محترف فالمدير الفني يقول ايه ده يمكن يقعد احتياطي ده يمكن يلعب اساسي. لا انا عايز اللعيب اللي يجي اضافه قويه جدا 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 بمراحل. ليه؟ لان احنا يعني الحمد لله الاهلي النهارده بيلعب في ليفل مختلف. الكره النادي الاهلي غير فكر. يا راجل احنا قاعدين بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا بنشجع دورتموند عشان ريال مدريد ما يزودش بطولاته. مع يا جماعه احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ يا جماعه بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا من ثمانينات. عمرنا في حياتنا ما دخلنا في المود ده. احنا شريك في المباراه باي يعني حتى لو بشكل من الاشكال. فدي طبعا ده بسبب ايه؟ بسبب النادي الاهلي.